القصة الكاملة للانهيار الترابي الذي شهده حي الوئام، والتقرير لبدر الدين حجام وطارق دريدي. وقع في حدود الساعة 8:13 من مساء الاثنين انهيار صخري على مستوى ورشة بناء تابعة لمقاول خاص ببلدية بيرمراد رايس بالجزائر العاصمة. وقامت مصالح الحماية المدنية وسكان المنطقة بانتشال طفل يبلغ من العمر حوالي 11 سنة من تحت الأنقاض في حالة حرجة، وأخ له يبلغ من العمر 4 سنوات، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية بعين المكان قبل نقلهما إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، إلا أن الطفل الأكبر فارق الحياة عند وصوله للمستشفى متأثرا بإصاباته البليغة. طاح الجبل تعتي باطي ما ديك سمعتي اللي جاي قدام الجبل، رحت هبط الجبل لقيت ما كاش الكباش هبطوا العباد، ما كاش العباد قاع لتحت عاودوا هبطوا لهم لتحت مين طاحوا. انا كي هبط لقيت عفسوك شي بانيكيت يا اخو، شايف لحقت لقيت العباد قاع طايحين الكباش يتخبطوا، باش شفت وليد عمي، شفت وليد عمي واحد اخر عمي كانوا يشوفوا في الكباش، كانوا مايحين مع الكباش، كانوا مايحين في طوموبيل، شافوا الجبل يتزعزع، حبط الصور حبط الجبل حبط كلش، ومن بعد كي حبط الجبل حبط الصور كلش طاحوا دراري. جبدنا واش جبدنا ماتنا واحد. هذا وتم تجنيد 6 فرق تدخل وعشر سيارات إسعاف وفرقة تدخل الكلاب المدربة الفرقة سينو تقنية للمشاركة في عملية الإنقاذ. وشوهد المدير العام للحماية المدنية مصطفى الهبيري دقائق بعد الحادث وهو يوجه أفراد الحماية المدنية ويشرف على عمليات التدخل، وظهر كباقي الأفراد متدخلا لتهدئة جموع الغاضبين. وعرف مصطفى الهبيري بكاريزما وحضور استثنائي في الكوارث، أين رسم صورة حقيقية عن المسؤول الذي ينزل للميدان. رونزان واش يدير؟ هو اللي جاب البنيان هذا طيحه، هو واش يدير هنا رونزان؟ هذا عجيب عجيب، الدراري كانوا يلعبوا لتحت هنا وهو يخدم. شوف واش صرا الرسالة، غير المسؤولين كي حاجة كيما هذه كانوا يعتبروا بها ويشوفوها ويقابلوها، ما يخلوش أمر كيما هذا. معليش راحنا نخدموا في الوطن، راهو يحاسبنا واحد بواحد. المقاول الخاص صاحب المشروع حائز على رخصة قانونية للبناء، غير أنه لم يحترم الإعذارات التي وجهت له بخصوص أخذ التدابير الوقائية لتفادي الانهيارات. عنده أن أكت بيبلي أون جيسري، في بالك اسكو أنا كرئيس بلدية غدوة كي يدير اون دومون تاع بيرمي ما نعطيهالوش، ما يسمحليش القانون ما نعطيهالوش. داكور، دونك هو الاشكال ان راني نشوف لا جيسيون تاع لو شونتي اللي راهي شويه ديبلورابل. دونك السيد يتحمل مسؤوليته، حنا اللي علينا درنا له لي ميزون دومور تاعنا وقلنا له بلي كاين ان دونجي، اي دو اسيمي سا ريسبونسابيليتي. وقد أثار هذا الحادث استياء المواطنين القاطنين بمحاذاة هذه الورشة، حيث أقدم البعض على إضرام النار في جرافتين ومنعوا مصالح الحماية المدنية من التدخل لإطفائها. وعاشت بلدية بيرمراد رايس والمناطق المجاورة لها ليلة رعب حقيقية تخللتها مناوشات مع الأجهزة الأمنية التي تعاملت بحكمة مع جموع المحتجين.